علماء النفس بينصحوا انك تبعد عن الشخص الغيور اللي بيكره اي نجاح لغيره في 2023. لو مشيتي ورا النصيحه دي هتخسري كام واحده من صحباتك؟ لا، صحابي كلهم زي الفل، مش هخسر حد. نصهم عشان كلهم ما يحبوش الخير لحد. ولا واحده، عشان انا ما بسيبش ناس ما بتتمنليش الخير حواليا. كلهم بيغيروا مني وبيحكدوا عني على طول. ساعات كتير قوي الحاجه بتكون حلوه فيا مثلا وكده، وبيغيروا مني ويقولوا لا مش كويس، وبلاقي الغريب اللي هو مش صاحبي بيقول لي لا حلو. ما عنديش حد اقدر اخسره حاجه زي كده كتير، انا بعمل قف على طول من لاي حد بيبقى حاجه زي كده. انت مش هتعرفي تكتشفي مين الغيور ومين مش غيور بسهوله، بمعنى صح، غير لما يحصل منه موقف او مثلا، يعني مثلا تشوفي ليه تصرف انت حسيتي بكده فيه. الشخص الغيور بيبقى ضد النجاح، لان الغيره بس مش متوقفه على حاجه واحده، يعني في حياتك الشخصيه والعلميه والعمليه، فلازم طبعا نبعد عن اي شخص غيور. يعني ليت لي كتير الصراحه بس لا، ما اظنش، انا دلوقتي اللي حواليا الى حد ما خايفين على مستقبلي وكده، لان انا بتخرج فكلنا في ظهر بعض يعني. واللي حواليا كتير الصراحه من النوع ده، بس لا ايش، يعني بحاول ان انا الناس اللي قريبه مني تبقى يعني خايفين على بعض ومصلحتنا واحدة. يعني أخسرهم كلهم تقريبا. محدش بقى بيحب الخير لحد فعلا دلوقتي. لا مفيش خالص، ما عنديش حد وحش، لا مفيش خالص. مش هتخسري أي حد؟ مفيش أي حد غيور؟ لا لا خالص، يعني لو كان فيه بعدت عنهم، فما فيش حد دلوقتي خالص. لا، هخسر زمايل في الشغل، مش هخسر صحابي. بس كده. لا، صحابي كويسين، بحترمهم كويس وعارفة إن هما ما بيغلوش مني وبيفرحوني. صحابي كلنا بنحب البعض الخير، واحنا ما بنغيرش من بعض، بنغير على بعض. بنشكر كل اللي شاركونا رأيهم في التقرير، وطبعا الغيرة فعلا بتقتل صاحبها. ربنا يعافينا يا رب، يعافينا جميعا يا رب، يعافينا جميعا ويبعد عنا اي شخصية من الشخصيات الوحشة أو السامة أو اللي بتأذينا أو اللي بتضرنا. وإحنا على عتاب 2023 يا جماعة، الدعاء دعاء، ده سحر الدعاء، بيغير القدر. ندعي كتير، ندعي دايما، نخلي في دعائنا كده دعاء ثابت إن يبعد أي حاجة وحشة عننا يا رب. يا رب يكرمك أبو سنة وأمك بالسلامة يا بنتي. ده دعاء تثبته معاك. أمين يا رب. ده ورد يا خلاص يا بس. وربنا يسهل لك أمورك كلها يا لميس. وأولد أنا كمان. هتعمل إيه النهاردة يا رب؟ هتعمل الكيكة؟ هنعمل كيكة دسمة للكريسماس ورأس السنة. واحنا يا لولي، واحنا عندنا فقره هنتكلم بقى مع اللايف كوتش، دايما بنجيب المشكله ونعرضها، وبنجيب المختص كمان يجاوب علينا باستفاضه وبشكل علمي. يمكن نكون نسينا حاجه كده ولا كده، وبرده تيجي تقول لنا احنا كلامنا بالزبط. صح ولا لا بالاثبات ولا هنبدا اولى فقره.